استفاق أهالي جزين صباح اليوم الخميس على أصوات طلقات نارية ليكتشفوا بعد فترة وجيزة جريمة مروعة ذهب ضحيتها 3 أشخاص من سكان البلدة. من أطلق هذه الرصاصات وماذا حصل؟ تابعوا معنا. ربيع فرانسيس رقيب أول في أمن الدولة أقدم صباح اليوم على قتل زوجته ووالدتها قبل أن يطلق النار على نفسه. سبوتشوت زار مكان الجريمة وتحدث إلى الجيران والأقرباء وعاد إليكم بهذه التفاصيل. يعني شي الساعة 8 إلا ربع تقريبا سمعنا رصاص واس كتير وسمعنا صريخ، جي ظهرنا لبرا سمعنا صريخ الأولاد عم بيصرخوا، جينا لهون ولقينا الزلمة الختيار نازل وعم بيصرخ عم بيقول إنه مين الزلمة الختيار؟ بيا للمرة الكبيرة، بيا للمرة اللي قتلها جوزها وجوز الحما يعني، وعم بيصرخ يقول قتلون قتلون وشوفوا إذا فيهم نبض وهي اللي صار. وفي التفاصيل فإن ربيع قام بالدخول إلى الغرفة التي تتواجد فيها كل من الزوجة ووالدتها وأقفل الباب لتتردد أصوات شجار، ولم يستطع الابن البكر حبيب أو جده أن يدخلا ليعرفا ما يجري داخلها، ولكن ما هي إلا دقائق حتى سمعوا أصوات الرصاص من داخل الغرفة. عندها قام حبيب وجده بخلع الباب ليصدما بجثتي الزوجة والأم مدرجتين بالدماء، لكن ربيع لم ينتظرهما ليستوعبا ما شاهداه ليقوم بتوجيه المسدس إلى صدره وإنهاء حياته أيضا. ما ابنه حكى أنه فات على الأوضة أوصون أوص الأم وبنتها وقفل على حاله، جربوا يخلعوا الباب ليفوتوا بس فات ابنه وعمه لقيوا أوص حاله، هيدا اللي حكاه ابنه. ومن المؤكد أيها المتابعون أنكم تسألون أنفسكم عن الأسباب التي دفعت برجل أمني للقيام بهذا الأمر الذي تسبب بتيتيم أولاده 3 حبيب، تيا وشربل. وفق المعلومات فإن فرانسيس كان بدأ بأخذ دواء مهدئ منذ حوالي 6 أشهر ويكثر من تناول المشروبات الروحية، حتى أنه بحسب المعلومات كان يشرب صباح يوم الجريمة كما تؤكد مصادر المحيطين به. واستبق ربيع جريمته باستدعاء ابنه حبيب وأعطاه كيساً يحتوي على المال وطلب منه أن يحتفظ به ليؤمن حياته وحياة شقيقيه، حيث توضح المصادر نفسها أن حبيب كان يلوم والده بعد الجريمة ويقول الله يسامحه كان عم بيخطط للجريمة. وتكشف مصادر عائلة الزوجة أن مشاكل ربيع لم تكن اقتصادية، فهو كان على خلاف دائم مع زوجته التي كان يعنفها باستمرار، مما دفع أهلها أكثر من مرة للطلب منها تركه، لكنها كانت تنتظر حتى ينتهي ابنها العام الدراسي. وكما يؤكد المحيطون بالضحية أنها كانت تشعر بأن ربيع سيقدم على قتلها وقد صرحتهم بذلك. وبانتظار انتهاء التحقيق فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن الجريمة ارتكبت بسلاح حربي وتم إطلاق ما لا يقل عن 10 رصاصات. وتشير المعلومات أن الابن المفجوح حبيب لا يزال قيد التحقيق حتى ساعة إعداد هذا التقرير. فما رأيكم أيها المشاهدون؟ ما الدافع الحقيقي وراء هذه الجريمة النكراء؟ وهل تعتقدون أن شريعة الغاب باتت تحكم لبنان؟ لنناقش هذا الأمر في التعليقات.